السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خاطرة سريعة كده أثرتها كلمة لأستاذنا الكبير الدكتور طارق المري، كان بيتكلم على إن الرسومات اللي بتتكتب بخط الإيد أو بتترسم بخط الإيد، الحاجات الجميلة دي أصبحت تنقرض بعد اختراع الكمبيوتر. نتيجة إحنا محتاجين حاجة أسرع، محتاجين لو أنا غلطت في حاجة أقدر أصلحها وهكذا. فأصبح الحاجات الجميلة الفنية والحاجات اليدوية بدأت تنقرض للأسف، تمام؟ فدي من ضمن الحاجات اللي الواحد بيبقى حزين عليها، بس هو دي سمة العصر، إن في حاجات بتيجي بتسهل وبتخلي الموضوع بسيط جدا، فالناس كلها بتستسهل. على سبيل المثال موضوع اختراع الكتابة، كان الناس على طول العرب متعودين إن هم يحفظوا، تمام؟ فلما جه بقى موضوع الكتابة بدأوا يستسهلوا، وبدل ما يحفظ يكتب، لدرجة إن يحيى بن معين، هو مش عربي بس كان في الفترة دي كان هو رفيق الإمام أحمد بن حنبل، فقال لك: وددت أن الأيدي قطعة لن تتعلم الكتابة. يعني شايف إن الكتابة دي هتقضي على الحفظ، إن أنا خلاص بكتب وخلاص. لما أصبح في الطباعة، أصبح الواحد بدل ما يقعد يكتب بإيديه عشان يحفظ، كان زمان كل واحد عاجبك الكتاب ده وبتنسخه او بتقعد عند حد وبتنقل الكلام تكتبه، اصبح لا، ده انا ممكن اخد الكتاب جاهز واحطه عندي حتى لو ما قريتوش، المهم الفكره ان انا عندي الكتب ديت. لما جه بقى في الكاد مش برنامج الكاد، الفكره نفسها ان الكمبيوتر اي ديزاين بدا، ما كانوا بيكتبوا على الورق من زمان، من ايام الرومان ومن ايام القدماء المصريين والحاجات ديت، اختلف الموضوع، ان انا اصبح فيه ليارات، وفي ان انا اقدر اشطب حاجه واحط حاجه واسهل، واخد الحاجات كوبي من مكان لمكان واعمل له اري، وكل الحاجات دي بقت اسهل بكتير. لما جه البيم بقى ادانا مزايا كتيره جدا، بس قضى على امكانيه التخيل، وامكانيه ان انا اقدر ارسم حاجه، ان انا اقدر اتخيل حاجه، بدات الملكه دي تقل. فاحنا بنحضر الموضوع دوت، لا خلي فيه جزء كبير مانيوال، خلي فيه ان انت حتى لو هواية، حتى لو بعد الشغل ترسم مباني، ترسم حاجات، لان الحاجات دي مش عايزينها تندثر. زمان مثلا كان في ناس كتير تعرف تعمل المقرمصات، تعملها يدوي، وده حاجة اسلامية اندلسية، حاجة مش موجودة وصعبة جدا. ويعني كان في احد الدكاترة كان يقول لنا: انا بحب اسقط طلبة، اجيب لهم مسألة مقرمصات الامتحان كله يخلص وما عملوش حاجة فيها. فلا، دلوقتي ممكن تعملها برنت 3D. طب ما برنت 3D هتنافس الراجل اللي بيرسم مانوال، وتقدر تعمل 1000 واحدة ما هو بيعمل واحدة بس. بس هي الفكرة، الجمال في الحاجات المانوال. لذلك في ناس كتير بتهتم انها تشتري مشغولات يدوية او حاجات زي كده، تبقى حاجات فعلا بتحس فيها بالراحة وبالجمال والمتعة والحاجات دي. فلا، محتاجين يعني حتى الطلبة ساعات تقعد تتكلم: لا احنا عايزين بيم وريفت من اول سنه في الكليه. لا، موضوع ان انت تتعلم الرسم المانيوال بايديك افضل بكتير، وبعد كده تبدا تخش في البرامج الهندسيه والحاجات دي كلها، وما تهملش الرسومات المانيوال. الحاجات دي هي عامله زي ايه؟ عامله زي ان انا رايح مشوار، همشي ولا اركب طياره؟ الطياره هتوديني اسرع، بس المشي هيديني طاقه ورياضه وبتاع، بس ممكن لو مسافه طويله جدا ومحتاج جهد والحاجات دي كلها، هركب الطياره. مستحيل ان انا امشي من مثلا من مصر لقطر او للامارات او السعوديه، لا هتاخد مني جهد كبير مش هينفع. بس المشي هيديك طاقه وهيديك حاجات امكانيات حلوه جدا ان شاء الله. تمام، شكرا لكم، ونتمنى ان حاجات المانيوال تبقى موجوده على طول في حياتنا.